شوقر. راديو جوهر FM 22 مارس 2021. إلى السيد الرئيس قيس سعيد تحية وسلام. ما بعد كنا نسمع في الرئيس قيس سعيد يلقي في كلمة من مقر شركة تلنت بعد إطلاق القمر الصناعي التونسي نحو الفضاء. الكلمة دامت أكثر من 10 دقائق، وقال في بداية الرئيس أنه كان ناوي نهار 20 مارس الموعد اللي كان مبرمج لإطلاق القمر باش يلقي كلمة للتوانسة جمعا بين المناسبتين، إحياء للذكرى ذكرى عيد الاستقلال واحتفالا بإطلاق القمر التونسي للفضاء لأول مرة. سمعت تقريبا الكلمة اللي قالها السيد الرئيس، حكى فيها على المقارنة بين الحرية في الأرض والحرية في السماء، وقارن بين الثورة التونسية التي انطلقت وأطلقت صواريخها منذ 2011 وإطلاق القمر الصناعي اليوم عبر هالصاروخ ذي المشار الفضاء. ولكن هذا التأخير في الاحتفال لا يبرر ولا نجد له مبررا سيد الرئيس. مرت الذكرى 65 لعيد الاستقلال الوطني مرور الكرام، لا أعلام تخفق في الأعلى ولا رايات وطنية ترفع ولا ناشيد تتلى، فقط زوز مسيرات، واحدة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تنادي بحل البرلمان يقال أنها محسوبة على رئيس قيس سعيد، مسيرة أخرى أكبر نظمها الحزب الدستوري الحر في صفاقس. هشام المشيشي هز روحه ومشال المستير زار مقبرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. السيد الرئيس رمز الدولة وحامي دستورها اختفى، ما خسرش علينا حتى كلمة تلفزية مسجلة ولا بلاغ على صفحة الرئاسة، وكأنه عيد الاستقلال ما يعني له حتى شيء، وكأنه الدولة اللي استقلت وتحررت من الاستعمار نهار 20 مارس 1956 مش تونس وإنما دولة شقيقة وصديقة. تي هو حتى الدول الشقيقة والصديقة نبعث لها في ذكرى أعياد استقلالها برقيات معايدة وتهنئة. السفارات الأجنبية نشرت على صفحاتها فيسبوكية تهاني للشعب التونسي، سفارات الأردن وسويسرا وكندا وأوكرانيا والصين وتركيا واليونان ومالطا وبريطانيا. كنا ننتظر في كلمة من الرئيس قيس سعيد، كلمة تطمن التوانسة ترجع فيها من روح، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، كلمة يقول فيها أنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وأنه ثم نور في نهاية النفق، وأنه الاستقلال اللي ضحوا من أجل الشهداء ودفعوا الغالي والنفيس لن يذهب سدى. كنا ننتظر كلمة تقوي من عزائمنا وتشد على أيدينا. بيني وبين روحي قلت ما ثماش مناسبة أبهى وأجمل من مناسبة ذكرى الاستقلال للم الشمل والإعلان على مبادرة وطنية ضخمة لإنقاذ البلاد والاقتصاد والدفاع عن السيادة الوطنية. يا أخي الناس علاش تحتفل بعيد هالوطنية؟ الناس تحتفل باش تسترجع لحظات المجد والانتصار، باش تستعيد طقوس عبورها من مرحلة إلى أخرى، باش تعاود تحيي الذاكرة الجماعية وتستنهض الهمم من أجل التعب أو رص الصفوف. وما حوجنا اليوم بالذات إلى التعبئة الوطنية ورص الصفوف والوحدة الوطنية لإنقاذ البلاد. ما فيها بس كيف يذيق بين الحاضر باش نرجعوا للماضي نستلهموا منه، مش باش نغرقوا فيه، وإنما للانطلاق نحو المستقبل. إيش كنت باش تخسر سيد الرئيس لو تكرمت علينا بإطلالتك البهية في ذكرى عيد الاستقلال، حدثتنا حديثا يليق بالمناسبة؟ إيش كنت باش تخسر لو أعلنت على الانطلاق في حوار وطني جدي وحقيقي؟ وإلا ما تخرجنا في التلفزة وما تحدثنا كان وانتي متشنج متوتر تحكينا على المؤامرات وعلى المناوئين والذين يستهدفون الدولة ويحاولون تفكيكها من الداخل. إن شاء الله ما طلعش تخلفك عن الموعد عن التهنئة مرتبط بك الكلمة اللي قلتها في فرنسا وقت مشيت زرت باريس، اللي قلت تونس لم تكن مستعمرة بل كانت محمية. احنا سيدي رئيس اليوم في زمن التمثيل بالدولة، يخي نزيدوا نمثلوا تواريخ الوطنية وأعيادها المجيدة. ما نعرفش زعم حاشم من المناسبة، انا نعرف اللي انت ديما حريص على صلاحياتك الدستورية وكان لزم تفتي في الدستور باش ما يفك لك حد من صلاحياتك، واليوم في وقت اللي ناس محتاجتلك باش تقول كلمة وجدناك غائبا مختفيا.
غطس في المناكفات والمعارك الضيقة. سيدي الرئيس، وقتاش باش تفيق من السبات؟ وقتاش باش تتوقف على المعارك التافهة ليخوض معركة أكبر هي معركة بناء وإنقاذ الوطن؟